بتنص كيلو خد لك باللحمة طن الحظ حناديله والفقر سيبه يرن ليه تطلب نص كيلو خد لك باللحمة طن الحظ حناديله والفقر سيبه يرن الحظ حناديله والفقر سيبه يرن عندي قمة لا سحر ولا خيال اطلب طلبك بزمة ان شاء الله يكون محال انا بكرة عندي قمة لا سحر ولا خيال اطلب طلبك بزمة ان شاء الله يكون محال اطلب طلبك بزمة ان شاء الله يكون محال خلاص ننوح وحياتنا الجايه راقيه له اوضه فوق سطوح وتلب باللف مرقيه بطلنا خلاص ننوح وحياتنا الجايه راقيه له اوضه فوق سطوح خد لك باللف مرقيه له اوضه فوق سطوح خد لك باللف صابت ولا خابت مطرح مطرح معاك واخر مره ظابط يديلك فوق قفاك ان صابت ولا خابت مطرح مطرح معاك واخر مره ظابط يديلك فوق قفاك واخر مره ظابط يديلك فوق قفاك انا طالعه من الفانوس وجاية عالبوصات اطلب لو في الفلوس ما هو غيرك خد وزات انا طالعة من الفانوس وجاية عالبوصات اطلب لو في الفلوس ما هو غيرك خد وزات اطلب لو في الفلوس ما هو غيرك خد وزات ولسه مكملين معاكم. يعني يمكن انا بالنسبه لي الفقره دي فقره مهمه جدا 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 مهمه بسبب بوكيه ورد. بوكيه ورد شارك في سعاده الحقيقه عروسين، لان ده يعني من شخص غير متوقع وغير عادي. بوكيه ورد تهنئه بامضاء الرئيس او سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه يمكن المشهد ده مش غريب علينا، يمكن المشهد ده بيذكرنا او بيفكرنا بفيلم جواز بقرار جمهوري، وده هو حال العروسين حازم ونريمان. حازم حلم حياته ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر فرحه، وكمان الوزراء ان هم يشاركوه فرحته بعروسته نريمان، فقرر ان هو يقدم دعوه للرئيس عشان يحضر فرحه، وفوجئ ان الرئيس منسيش فرح حازم وبعت له بوكيه ورد وهناه تهنئه بتحمل امضاءه للعروسين مع مندوب من الرئاسه، ودي طبعا كانت الفرحه الكبيره جدا. معانا دلوقتي العروسين عشان يحكوا لنا قصتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حازم ونريمان. صباح الورد عليكم ومبروك. صباح الورد عليكم ومبروك وكل سنه وانتم طيبين ويا بختكم ويا بختكم بصراحه. طيب هبتدي بنريمان ليديز فيرست. اسالك بقى، انتوا جات لكم فكره ان انتوا يعني تقدموا دعوه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امتى وازاي وفين؟ يعني قولنا الملابسات كانت ازاي. هي الموضوع كان بسيط جدا، احنا بنعتبر انت عروسه هتتكسفي، علينا صوتك كده بقى، علينا صوتك، عايزين صوتك يجلجل. لا طبعا احنا كلنا كشعب مصري بنحب الرئيس السيسي وبنعتبره اب لينا، فاحنا بعتنا له الدعوه لان هو اب لينا واحنا ابنائه. فطبعا مش معقول انا كبنته او هو حازم كابنه يعني هنتجوز من غير ما نعزم ابونا. يعني ونظام بقى جه ده معزيم بابي ومعزيم مامي وهو يقول لك بعزيت صح. طيب يعني حازم، انا دلوقتي شايفه الابطال الحقيقيين لفيلم جواز بقرار جمهوري، يمكن احنا الاغنيه اللي شفناها كانت او يعني كانت من فيلم جواز بقرار جمهوري بطوله النجم هاني رمزي وحنان ترك. النهارده انتوا الابطال الحقيقيين بقى نريمان وحازم. انت الفكره جات لك ازاي؟ انا عارف ان انت صاحب الفكره وانت اللي قلت ان انت هتقدم دعوه للرئيس عشان يحضر الفرح. الفكره اصلا جات لك ازاي او ايه اللي جابها في دماغك؟ هو الفكره اللي جت في دماغي من فيلم جواز بقرار جمهوري قبل زفافي بعشرين يوم. فأنا قلت أبعت دعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة أنه هو راجل خلوق وراجل محترم جدا وبيقبل الدعاوي،
وبيقدر كل الناس، بيقدر الشعب المصري كله من 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 صغير للكبير. فانا اتفقت انا والمدام عروستي يعني، فقلت لها ايه رايك نبعت للسيد الرئيس؟ قالت لي ماشي مش مشاكل. فانا بعت كذا تلغراف او كذا تهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله الرئيس المهندس ابراهيم محلب واللي هو عادل لبيب والسيد محافظ الجيزه. فوجئت ان مفيش حد استجاب خالص. انا وقاعد على الكرسي الكوشه على كرسي الاكليل، فوجئت بالمندوب داخل الكنيسه ومعاه البوكيه الورد. الدنيا بصراحه يعني ايه احساسك بقى؟ يعني انا عايز اعرف احساسكم انتوا. احساسي انا كنت فرحان جدا، كنت فرحان جدا، كان الفرح فرحين بصراحه. كان الفرح فرحين بامانه يعني. بوكيه الورد معانا على الهواء هو دلوقتي والكارت. فانا ما كنتش متوقع يعني ان هو يبعت يقدرني التقدير ده. فهو تقديره بصراحه على راسي من فوق يعني، هو انسان يستحق كل يعني يستحق كل التقدير يعني. انت بعت كم انفيتيشن او كم دعوه؟ انا بعت دعوه للسيد الرئيس، وبعت دعوه لرئيس الوزراء، وبعت دعوه لعادل امام. ومعانا كمان على السكرين البقيه للسيد الرئيس بعتها لكم. المحافظه المكتب العام محافظ الجيزه اتصلوا بيا قال ان السيد المحافظ بيعتذر الحضور، عشان كان وقتها يوم 12/7 الساعه 5 ميعاد اجتماع رئيس مجلس الوزراء، فهو هيبعت لك مندوب وهيبعت لك بوكي ورد. مكالمه كانت من مكتب المحافظ، لكن في الواقع او في الحقيقه ما لقيتش حاجه، لا المحافظ بعت ولا حد بعت غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب لما جات لك الفكره وقلت انا قررت ان انت تبعت يعني جميع الوزراء وسياده الرئيس، نريمان بقى ما عادتش مثلا تهبطك تقول لك يا عم لا؟ لا شجعتني، كبر دماغك. شجعتني فعلا، شجعتني. برافو عليك يعني. بس عايزه اقول لك فعلا اي حد تاني كان ممكن يقول لك يعني في حد هيستجيب يعني، هو الرئيس عمره هيجي لك الفرح يعني، ده الكلام الطبيعي. لا احنا الاثنين كنا بنحلم وفعلا حلمنا اتحقق يعني. لان كمان على فكره مش احنا بس النموذج الوحيد اللي فخامه الرئيس كرمه وبعت له بوكي ورد، في ناس ثانيه برضو غيرنا طبعا. بس يعني انا مش فاكره اسامي لكن هم موجودين. طب احنا اتكلمنا بقى عن احساسكم انتوا، قولي لي بقى نريمان، اكيد في حواليكوا كان الاسره العيله القرايب الصحاب، اكيد الاسره والعيله والقرايب دول فرحوا لكم، ولكن الصحاب اكيد كان في شويه غيره على شويه استغراب على اللي هو ازاي يعني يجي لهم ورد من الرئيس. كان ايه رد فعلهم؟ فرحانين زينا وقالوا اكيد هنعمل زيكم فعلا يعني، تشجعوا على ان هم ياخدوا الخطوه دي وان هم يبعتوا دعوه للرئيس في وقت فرحهم. ده اكيد. طب قولوا لنا بقى برقيه التهنئه دي احنا كنا شايفينها على السكرين دلوقتي، بس كنا عايزين نعرف، قول لي حازم بقى كانت مكتوب فيها ايه البرقيه تحديدا؟ هو مكتوب فيها ابعث لكم بارق التهاني واطيب التمنيات واتمنى لكم، انا مش فاكر نصها بالظبط، بس هو بيقول لي اتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالازدهار والسعادة. ده اللي هو قال لي أنا فوجئت البرقية دي جات لي مش في يوم الزفاف، ده بعت ليوم الزفاف بيومين فعلا. يعني هو بعت لي المندوب ببوكي ورد وكارت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدها بيوم كان أنا موافق، كان يوم 12/7 الجواز بتاع الزفاف بتاعي، يوم الأربع اللي بعدها أنا فوجئت أنه جالي في البيت تلغراف من السيد الرئيس تاني. يعني هو هنقني مرتين مش مرة. ما شايفين الصورة كمان يعني هو اهتم بشكل كبير يعني. هو اهتم بشكل كبير. بص الفرحة بقى على وشكم ازاي. طبعا. يعني فرحانين قوي. وكانوا زمايله كلهم الصحفيين كانوا موجودين يعني. منهم كان زميلتنا تريزا شنودة صحفية في جورنال مصر، اهتمت هي اول واحدة اهتمت بنشر الموضوع ده، بالخلاف انه زمايل عملوا هاشتاج على الفيسبوك. الموضوع ده والصور كانت منشورة وكان في تعليقات جميله جدا، الكل كان فرحان وكل كان عايز كلها فرحت لما طبعا انت كده مصر كلها احتفلت بيك على فكره. طبعا كان في نسبه كبيره من اللايكات على الصور وعلى الخبر، يعني كان حاجه كبيره قوي يعني. واحنا هنا طبعا من خلال برضو صباح الورد اكيد احنا بنحتفل بيكوا. طيب نريمان قولي لي بقى انت قصه حب بقالها قد ايه؟ بقالها سنتين. طيب يعني انتوا مش متجوزين صالونات، يعني متجوزين لا. بتحبوا بعض، فأي قرار في العالم بتتخذوه بتبقوا متفقين انتوا الاثنين مع بعض. لا أكيد. طيب لو دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي شايفك وطلبت منك ان انت تبعتي له رساله بشكل شخصي، حاجه شخصيه وحاجه عامه للبلد، تقولي له ايه؟ هقول له شكرا على بوكي الورد، دي رساله شخصيه ومتشكره خالص. بالنسبة للحاجة العامة ممكن أقول له شكرا على قناة السويس الجديدة. الله.
دي احلى حاجه نختم بيها بجد فعلا. شكرا على قناه السويس الجديد. انا بجد